نأتي إلى احتفال النصارى بأعياد الميلاد. طبعا معلوم أن جهة ما في المسيحية تحتفل في يناير في السادس منه، وجهة أخرى تحتفل في 25 من ديسمبر، وهم يحتفلون جميعا في الحضارة المعاصرة بليلة رأس السنة الميلادية، جعلوا يناير أول الشهور. هذا كله يدل على أن هذا ليس في معتقدهم الحق، وإنما هو شيء ابتدعوه في دينهم. فإذا نظرنا إلى أنفسنا معشر المسلمين، من رأيناه على بدعة في ديننا وجب علينا أن ننهاه لا أن نتبعه. فكيف نتبع من وجدناه على بدعة في دينه ودينه أصلا قد حرفه وهو باطل؟ فهذا يقطع السبيل على كل من يقول بجواز تهنئتهم بأعياد الميلاد. وقد نقل عن بعض العلماء في الأزهر الشريف، مع العلم أن الأزهر قامة علمية معروفة، قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانظر على سمع الزمان الجوهرة كما قال شوقي، ولعلماء الأزهر فضل لا ينكر على أمة الإسلام في الشرق والغرب، ونحن تعلمنا على أيدي كثير من علماء الأزهر الشريف. فالحديث عن الأزهر شيء، والحديث عن فتوى بعض العلماء المنتسبين للأزهر أو لغيره شيء آخر بصرف النظر عمن ينتسبون إليه. فظهرت فتاوى في هذه الأيام تجيز للمسلمين تهنئة النصارى بعيدهم المقبل، وهذا قطعا باطل شرعا لما حررناه آنفا، لأن التهنئة تجوز في حالة أن نهنئهم بشيء غير ديني مما يشترك فيه عوام الناس، أن تهنئ نصرانيا بمولود، أو أن تعزيه بمفقود، أو أن تهنئه ببيت اشتراه أو سيارة يركبها، هذا لا حرج، لأن هذا ليس فيه إقرارا لدينه ولا تعظيما للشرع الذي يحمله. أما ما يتعلق عندهم بالديانات فلا يجوز أبدا تهنئتهم فيه. واحتج بعض العلماء بقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولا ريب أن الآية محكمة خلافا لمن قال من أهل العلم إنها منسوخة، لكن هذه الآية فيما حررناه آنفا بدليل سبب نزولها عند الجمهور، وهو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها أخبرت أن أمها قدمت من مكة قتيلة بنت عبد العزة ومع هدايا لابنتها، ومع ذلك تمسكت أسماء رضي الله عنها بالأصل وهو عدم موالاة الكفار، فتشارت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعها من أن تصل أمها، والصلة غير الموالاة. والصلة غير الموالاة. فبر من كان جارا لنا أو قريبا لا قدر الله، كمن يبتلى بهذا في بعض الدول العربية من أهل غير الإسلام، نعم يبر ويقصد يعني يحاكم بالعدل، لكن هذا ينصرف للضعفة، للجيران، للعلاقات الاجتماعية، لا ينصرف إلى ذي الشوكة، لا ينصرف إلى الموالاة أبدا. ومعلوم أن الأحداث التي تمر بها مصر، أعانهم الله على ما هم فيه وجمع الله كلمتهم وألف بين قلوبهم وحمى تلك الديار المباركة من كل سوء وجنبهم الله الفرقة والشتات، جعل بعض العلماء يفتي بهذا خوفا من انتشار الطائفية. لكن الحق الذي ينبغي أن يعلم أن الناس لا يصلحهم إلا الشرع، الناس لا يصلحهم إلا الشرع. أي شرع؟ شرع الله كما هو، شرع الله كما هو. فعلى هذا يحمد لهؤلاء العلماء خوفهم من تفريق الأمة المصرية أو من يعني سفك الدماء فيها، وهذا كلنا يحمل هذا الهم. لكن مصر وإن أغضت على بقة نهر من الخلد والكافور يسقينا، كأم موسى على اسم الله تحمله وباسمه أخذت في اليم تلقينا. لكن الحق يبقى حقا والدين يبقى دينا، لا يحق لأحد أن يغير فيه. فلا يجوز بحال من الأحوال تهنئة أحد من النصارى بأعيادهم، ولا يجوز مشاركتهم فيها بأن يأتي إنسان فيتاجر بأمثال هذا، كل بأمثال التي يعينهم على إقامة هذه الاحتفالات. لا يجوز المتاجرة فضلا على أن تتبناها بعض القنوات التي يملكها بعض المسلمين. فإذا خصصت تلك الليلة
بأن يستضيف خضروات الدم من هنا وهناك وغيرها ممن وغيرهم ممن عرف بالفسق، وتحيا تلك الليالي على الشاشات وعلى الفضائيات، ويؤذن للناس بالاتصالات، هذا فساد في الأرض لا يجوز لمؤمن أن يتولاه وأن يقوم به. والسحت المال الذي يجمع بهذه الطريقة سحت لا مرية فيه، وفساد عريض في الأرض، لأنه إقرار على سوء المعتقد وعلى سوء الخلق. إقرار على سوء المعتقد وعلى سوء الخلق، ولا يجوز لمسلم أن يتولاه أو أن يضرب فيه بسهم أيا كان. وكذلك لا يجوز للمسلمين المقيمين في الدول الكافرة ولا المبتعثين إليها ولا المارين بها ولا العابرين عليها ولا الذين يقضون نقاهات مرضية فيها أن يشاركوا بأي شيء في تلك الليالي، ولا أن يسهموا فيها، ولا أن يتولوا أحدا بهدية ولا بغيرها. هذا دين، والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله. ثم قال ربنا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا ولي ينفعك ولا نصير يمنعك. فإذا كان هذا في حق المعصوم صلى الله عليه وسلم وحاشاه، فكيف يقال في حق غيره؟ هذا إجمال ما يمكن أن يقال في أعياد الميلاد، فنجمل أصلها باطل عندهم، فكيف يقرون على دين باطل؟ فضل الشيخ، لعل هناك من ينظر بأنه من باب أن هذا النصراني جاء وبارك لي في عيدي، في عيد الفطر أو الأضحى، والآن من باب المعاملة بالمثل وحتى أرق قلبه، وأنه يعني من باب الدعوة فأذهب وأشاركه عيده كذلك. هذه الشبهة مدفوعة بما قلناه آنفا من أن الناس لا يصلحهم إلا الشرع، لأننا إذ هنأناه بعيده أقرناه على صحة عيده، أقرناه على الطريقة التي هو فيها. أنا أنتظر فرصة أن يؤتى بمولود أو أن يرقى في وظيفته، أن يعلو وجاهه فأتيه فأهنئه، لكن ما يتعلق بالدين لا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا تجوز موالاة اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من أصحاب الأديان بأي حال من الأحوال. نعم.